السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد عليكم، عيد مبارك عليكم، إن شاء الله يعني نعاد عليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معكم محمد محجوب، إن شاء الله الليلة حكون معكم في لايف خفيف وظريف. هو حتكلم عن حاجة، وهو عبارة عن سؤال يعني. لماذا تدرس الهندسة الكيميائية؟ و يعني حندردش شوية كده مع بعض في السؤال ده، ونحاول نوضح أهمية المجال ده بشكل عام. محمد محجوب حسين آدم، بدرس هندسة كيميائية جامعة الإمام المهدي، ليدر دي اس سي ديفلوبمنت ستودنت كوميونيتي الإمام المهدي، وموديتر دي جي جي الخرطوم، وسي او جونيور انفنتر، ومشرف في غرفة البحث السوداني. طيب، في البداية قبل ما نجاوب على السؤال ده، خلينا نشوف او نعرف يعني شو هندسة كيميائية. طيب مبدئيا كده عشان ألخص الموضوع بتاع الهندسة الكيميائية، في تعريف كثيرة للحياة دي، لكن ببساطة كده الهندسة الكيميائية هي التخصص الذي يعنى بتحويل المادة الخام إلى منتج بأقل تكلفة وأعلى جودة. فبعد ثاني أي مادة خام، سواء كان هي مادة سائلة أو مادة صلبة أو مادة غازية، أي مادة خام بكل شكل من أشكال المواد يعني، فهي تعتبر إذا تحولت إلى منتج فده يخش في تعريف الهندسة الكيميائية. فبشكل مختصر جدا، الهندسة الكيميائية هي العمليات اللي بتعملها تحويل المادة الخام إلى منتج. فإذا عندك أي مادة خام، سواء كان مثلا ضربنا مثال ب الصابون، فالصابون أنت عايز تطلع لك منتج بتاع صابون، فمفترض يكون في مادة خام. المادة الخام دي تكون من عناصر كيميائية أو غيرها من الحياة اللي هي ممكن تعمل لك منتج بتاع صابون. فبتكون في عمليات أو بيكون في بروسيسين. العمليات دي بتختلف من منتج لمنتج. فالعمليات اللي بتصاحب تحويل المنتج من مادة خام إلى منتج نهائي يستخدمه الإنسان، فدي بتتخصص بالهندسة الكيميائية. لأنها هي بتهتم بشو؟ بتهتم بالعمليات دي، يعني العمليات دي طريقتها تكون كيف، البروسيسين بتاعتها، الشكل العملية ذاتها يكون كيف، المدة الزمنية بتاعت العملية، يعني كل ديتيلز أو كل تفاصيل العملية دي بيكون مهندس كيميائي هو مهتم بها جدا. فده باختصار يعني شو هندسة كيميائية. طيب، نجد المحور الثاني واللي هو لماذا تدرس الهندسة الكيميائية. فإذا جينا نمسك المحور ده، ممكن نمسكه على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى واللي هي أهمية التخصص ده، لأنه الأهمية هي بتجاوب على السؤال لماذا تدرس الهندسة الكيميائية. لأنه الأهمية لما أنت تعرف أهمية التخصص ده شنو، فمعناته ده بيجاوب لك أنه أنت ليه ممكن تدرس التخصص ده. في حاجة تانية برضو، نقطة تانية برضو بتجاوب التخصص ده، اللي هو الوظيفة. يعني معظم الناس هم بيشوفوا التخصص ده الفرص بتاعته شنو، فرص الوظائف بتاعته شنو. الحاجة التالتة أو النقطة التالتة في المحور ده بيجاوبك على السؤال لماذا تدرس الهندسة الكيميائية، واللي هي طبيعة الرواتب أو مقدار الرواتب في التخصص ده. لأن معظم الناس لما تتخرج بقول لك يا أخي أنا هل حلقة وظيفة؟ وإذا لقيت وظيفة المرتب بتاعها حيكون كيف؟ هل مجزي للتخصص ولا لا؟ فدي معظم النقاط اللي هي ممكن تجاوبك على ضوء يعني لماذا أنت تدرس الهندسة الكيميائية. طيب نجي نمسك نقطة نقطة وبعد ذاك نحاول نتكلم عنها. أول نقطة واللي هي أهمية التخصص له. أهمية التخصص على الهندسة الكيميائية أنه تخش لك في مجالات كثيرة جدا. من ضمن المجالات مجالات تقنية، مجالات أي مجال هو عنده علاقة به، اي مجال هو عنده علاقه بالتصنيعات، سواء كانت تصنيعات عندها علاقه بيقول عليها المواد، عندها علاقه بالمنتجات اللي يستخدمها الانسان، يعني مثلا زي الزبادي، المواد بتاعه المواد بتاعه بيقول عليها شنو هي منتجات اللي بيستهلكها الانسان، يعني زي الزبادي،
منتجات العصائر، منتجات الغازية. فالمنتجات دي كلها هي تمثل أهمية كبيرة جدا للإنسان. فأي منتج سواء كان سكر، يعني مثلا إذا ضربنا مثال بالسكر، إذا ضربنا مثال بمنتجات الغازية، إذا ضربنا مثال بالمنتجات الغذائية، فالمنتجات دي كلها بتجي من مصانع. يعني أي منتج هو بيكون طالع من مصنع، فالمصنع ده جواه في كمية من العمليات اللي ممكن تكون هي تصاحب تحويل المنتج ده، تصاحب تحويل المادة الخام دي إلى منتج. فدي مس... دي بت... دي بت... بتوضح لك إنه المهندس الكيميائي هو مهم جدا في أي عملية صناعية، لأنه يعني هو بيحاول هو يوفر لك التولز، يوفر لك الأدوات، أو حتى يعني يوريك إنه المادة الخام دي هي ممكن تتحول كيف، عشان أنت تقدر تطلعها للإنسان بطريقة تكون سيفت، طريقة تكون صحية، طريقة تكون فيها سلام وكده. أيضا تتمثل أهمية التخصص هندسة كيميائية، أنه هو يعني فيه ديبارتمنت كبير جدا، يعني فيه تطور كبير جدا، وبيصاحبه ده طبعا بيصاحبه أنه هو يعني ما هو حكرا على دولة واحدة، إنما هو في شتى الدول بتلقى في كمية من المصانع، في كمية من الأيادي العاملة اللي هم بيكونوا هم متخصصين في الهندسة الكيميائية. أيضا تتمثل أهمية التخصص في الهندسة الكيميائية، أنه مدير أو مدير المصنع أو مدير العملية الصناعية هو ممكن يكون هو مهندس كيميائي. ليه؟ لأنه هو بيكون ملم بكل العمليات، أو بيكون ملم بكل التفاصيل تحت المنتج، من بداية المنتج، من بداية دخول المادة الخام إلى أن يخرج المنتج بطريقة صحية وبطريقة فيها سلام. طبعا أهمية التخصص يعني كثيرة جدا، أنا ده بس الحاجة اللي ممكن أكون لخصت عليكم في النقطة دي. الحاجة التانية واللي هي الرواتب، وحسب المؤشرات تحت التخصصات العلمية أو الأدبية بالنسبة للوظائف، فأعلى معدلات تحت الرواتب عالميا هي للمهندس الكيميائي. الترتيب بيختلف من دولة لدولة، لكن معظم الدول اللي فيها مشتقات بتروكيميائية أو بترولية، فهي بتحتاج مهندسين كيميائيين بشكل كبير جدا، وده بيصاحب لأن هم يرفعوا الرواتب بشكل عالي جدا، أو حتى بشكل ملاحظ لكل الناس. فعلى حسب الاطلاعي بالنسبة للأجور، فلقيت إنه المهندس الكيميائي بياخد أجور عالية جدا مقارنة بالمهندسين الآخرين. يعني هو لا يقل طبعا من مهندسين آخرين، لكن ده بيديك إشارة لأنه التخصص هو مهم جدا، أو وجود المهندس الكيميائي في العملية الصناعية مهم جدا، لأنه بيكون هو عارف كل الديتيلز، بيكون هو عارف كل التفاصيل، المنتج ده من بدايته هيمشي وين، ياخد كم فترة زمنية في الستب الأولى، أو في الخطوة الأولى، بعدك حيمشي الخطوة الثانية ياخد كم دقيقة، بعدك كده لغاية ما يطلع علينا بشكل كويس وشكل مقبول. حاجة برضو مهمة جدا، أنه بالنسبة للتخصص الهندسة الكيميائية هو بس ما بي يعني أنت منتج عايز تطلعه أو مادة خام عايز تطلعها لمنتج بأي شكل من الأشكال، لا، مهندس الكيميائي حتى بيكون هو مهتم بالتفاصيل الدقيقة جدا، واللي هي أن المنتج ده يطلع عليك بأقل تكلفة وأكثر جودة، يعني تكون الجودة عالية والكواليتي تكون عالية والكوست يكون منخفض، يعني يرجح لك الميزان يعني. فدي بتجد فيها صعوبة جدا، وده بيديك إشارة أن المهندس الكيميائي هو مهم جدا في العملية الصناعية، لأنه هو بيكون عارف مهارات صناعية بحيث هو يقدر يوازن ما بين الحاجتين دي. ما إذا أنت عايز المنتج ده يطلع لك بأقل تكلفة، فمعناته أنت المفروض تقلل العمليات الصناعية داخل المصنع، حتى هو يقدر ما تستهلك لديك مثلا معدات أكثر، ما تستهلك لديك يعني التفاصيل كثيرة تقدر تشتريها، يعني شكل معدات صناعية وشكل عمليات صناعية وكده. فمفترض انت تقلل العمليات الصناعيه في المنتج ده، وفي نفس الوقت ترفع الكواليتي، يعني ترفع الجوده بتاعت المنتج. يعني ما ينفع المنتج يطلع لك منتج ضعيف، او منتج هو يعني رديء، يقوم يسيء لسمعه الشركه، او يسيء لسمعه الحاجه اللي هي منتجها يعني.
فده بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للوظائف أو الرواتب بالنسبة للمهندسين يعني. النقطة الثالثة واللي هي الوظيفة أو الفرص. طبعا المهندس الكيميائي متاح يعني الحياة كويسة جدا في الهندسة الكيميائية، أن هي يعني يقول لك شنو زول جوكر، يعني جوكر يعني في أي حتة هو يكون موجود. فالهندسة الكيميائية هي ما أقول لكم هي جوكر، لكن هي في أي عملية صناعية هي بتكون موجودة. ده حسب الملاحظة يعني من العمليات الصناعية، لأنه هي بتعنى بتحويل المادة الخام إلى منتج. فأي مادة خام مهما كانت فهي بتخش فيها الهندسة الكيميائية. فده بيديك إشارة لأنه مهندس كيميائي هو موجود في أي عملية صناعية، فوجوده في أي عملية صناعية بتمثل في أنه يفتح له فرص كبيرة جدا. يعني الفرص دي ممكن تكون هي أنك تكون مدير بتاع مصنع، أنك تكون في المصانع بتاعت الأدوية، في المصانع بتاعت المصافي بتاعت البترول، المصانع البتروكيميائية، المصانع بتاعت أو خلينا نقول الأجهزة النووية، المصانع الغذائية، غير من المصانع يعني. فالحياة دي كلها بتفتح للمهندس الكيميائي فرص وآفاق كبيرة جدا، لأنه يعني أنت لما يكون المجال بتاعك محصور في حتة معينة، ومحصور في بقعة معينة، وحتى محصور في خلينا نقول في وظيفة وظيفتين معينات، فده ما يفتح لك آفاق ولا حتى يفتح لك فرص. فالمهندس الكيميائي نتيجة لأنه التوسع ووجوده في أي عملية صناعية ده بيتيح له أنه هو يعني ينطلق أو تفتح له آفاق جديدة، يقدر هو في نفس الوقت ينمي مهاراته، يقدر في نفس الوقت يخليه زول متابع، يقدر في نفس الوقت ينمي الحاجة اللي هو قاعد يقوم بها، سواء كان جوب، سواء كان وظيفة عادية أو حتى وظيفة إدارية يعني. ده باختصار لماذا انت تدرس هندسة كيميائية، لان معدل الرواتب فيها عالي جدا، والحياة الثانية لانها بتفتح لك افاق وفرص كبيرة جدا، فانت بتقدر تستفيد من الفرص دي بشكل كبير جدا، وتقدر انك انت تبرز انجازاتك وتبرز مهاراتك بشكل متميز جدا. والحاجة الأخيرة أنها هي يعني من أهميتها أنها هي بتكون مواكب التطور، بتكون عندك علاقة بكبار الناس اللي هم في المصانع في العمليات الصناعية بأي شكل من الأشكال، وبتخليك أنك أنت يعني زول يعني عندك أهمية في المجتمع. يعني المهندس الكيميائي هو يعني قاعد طوال قاعد أنا أقول أنه المهندس الكيميائي هو زيه زي الدكتور. الدكتور هو بيتعامل مع الإنسان، فهو بيعالج مشكلة في الإنسان. المهندس الكيميائي هو بيتعامل مع المشين، بيتعامل مع الآلات الصناعية، فهو بيحاول إنه يعالج المشاكل تحت الآلات الصناعية. فده برضو بديك أهمية إنه المهندس الكيميائي مهم جدا، لأنه هو بيعالج المشاكل الصناعية. يعني مثلا تحدث مشكلة في مصنع بتاع السكر، فأول زول هو مفترض تيجوه هو المهندس الكيميائي. ليه؟ لأنه هو على دراية بكل العمليات الصناعية في المصنع ده. ما تقليل من باقي التخصصات، لكن التخصصات الثانية بتكون محصورة. يعني مثلا الهندسة الميكانيكية فهو محصور في الجزء الميكانيكي، الهندسة الكيميائية فهي محصورة في الهندسة الكيميائية محصورة في المصنع كله. لأنه لو لاحظتوا من الاسم هندسة كيميائية، فالاسم له دلالة أو له معنى، لأنه هو معناته جمع بين الهندسة وما بين الكيمياء، بين الهندسة وما بين الكيمياء. لابد الناس تفرق بين الهندسة الكيميائية وبين تخصص الكيمياء. لأن تخصص الكيمياء هو بيتبحر في العلوم تحت الكيمياء، بيتبحر في العناصر تحت الكيمياء. أما الهندسة الكيميائية فهي لها آفاق أكبر في العمليات الصناعية. أن المهندس الكيميائي هو ممكن يكون مهندس، ممكن يكون هو كيميائي عادي، سواء درس كيمياء أو علوم كيمياء عادي. لكن المهندس الزول درس علوم كيمياء ما ممكن هو يكون مهندس كيميائي. ليه؟ لأنه المهندس الكيميائي هو بيكون هو دارس الأمور كلها، يعني دارس العناصر الكيميائية، دارس التركيبات الكيميائية، لكن ما متبحر فيها، ودارس العمليات الصناعية بشكل أكبر. أما الزول دارس علوم كيمياء هو بس بيكون يعني محصور على التراكيب الكيميائية، الهيدروجين، النيتروجين، الأكسجين، المراحل بتاعته، الطريقة بتاعته كده، الخصائص والحياة دي، لكن هو ما يكون ملم بالعمليات الصناعية اللي عنده علاقة بالكيمياء، وحتى اللي عنده علاقة بالمنتجات الصناعية.
فدي نقطة يعني. آخر حاجة ممكن أنا أختم بيها اللي هي الأسئلة الشائعة. والأسئلة الشائعة دي هي حقيقة كثيرة، أنا لخصتها في بعض من الحاجات، يعني هطرح سؤال وأقوم أجاوب عليه. أول سؤال اللي هو كيف أنك أنت تكون متميز و يعني منجز في الهندسة الكيميائية وأنت بتدرس هندسة كيميائية. السؤال الإجابة عليه هو أنك أنت أثناء الدراسة، أثناء مراحلك الدراسية، أنك أنت تحاول يعني أقول لك شنو، تحاول أنك أنت تدخل في الإيفنتات اللي عندها علاقة بالهندسة، تحاول تشارك في الأسابيع العلمية الهندسية، تحاول أنك أنت تصاحب الدكاترة أو البروفات. ومن هنا أنا أديكم وصية من أبرز الناس اللي هم متبحرين في الهندسة الكيميائية أو في تخصصات دقيقة في الهندسة الكيميائية، هو بروف نمير عثمان البشير. فده يعني عالم من علماء السودان في الهندسة الكيميائية، أوصيكم بأنكم أنتم تقروا ليه وتتابعوا ليه، لأنه زول متميز جدا ومتبحر جدا في الهندسة الكيميائية. حقيقة أنا استفدت منه بشكل كبير جدا. فعشان أنت تكون متميز في الهندسة الكيميائية ده بدك تكون مواكب، يعني بتمشي الإيفنتات. إيفنتات هي محصورة بالتخصص بتاعك، ما أي إيفنت أنت تبغاه تمشي له. ممكن إيفنتات هي ما تكون هي بتفيدك أصلا، يعني مثلا إيفنت يتعلق بالتنمية البشرية، أو إيفنت مثلا يتعلق بالموتيفيشن أو التحفيز. فأنت الحاجات دي لما تمشي لها بتسهلك وقتك أكثر مما هي تفيدك يعني. لكن لما انت تمشي للحاجة هي في تخصصك، يعني مثلا المواقع عندها علاقة بالهندسة الكيميائية، المجلات عندها علاقة بالهندسة الكيميائية، الأوراق العلمية، تحاول تقرأ أوراق علمية أكثر في الهندسة الكيميائية بالذات يعني. بعدك تحاول تصاحب الدكاترة والبروفات المتميزين أنت بتشوفهم، يعني ناس كويسين في الجامعة بتاعتك أو المؤسسة أنت بتقرأ فيها. يعني دي حياتك أنت بتخليك أنك أنت مواكب أو متميز في الهندسة الكيميائية وأنت ستودنت أو طالب. السؤال الثاني واللي هو انك انت اذا طالب جديد في الهندسة الكيميائية تنصحني بشنو؟ والله انا انصحك بانك انت ما تفرط في وقتك، يعني ما تسمع كلام الناس انه والله الكلام المحتاج لكل الناس انه والله يا حبيبنا انت بتدخل الهندسة او بتدخل الكلية عشان والله بعدك تتخرج تشيل شهادة فقط، وبعدك تمشي تفتش لك وظيفة، وبعدك تمشي بعد ما تقبل وظيفة تمشي تعرس وكده خلاص الحياة انتهت يعني. لا، حاول انك انت تحرف من المسار ده بشكل كويس يعني، عشان ما تقع في الفخ اللي وقعوا فيه ناس كتار. فالافضل انك انت تحاول انك انت ما تسمع على الكلام ده، يعني لانه الناس يقول لك انك انت بس تخش الجامعة عشان الشهادة. لا، في الجامعة أنت لابد أن تكتسب مهارات أصدقاء، تكتسب مهارات تقنية في اللابات، اللابات حتى لو كانت ضعيفة تحاول أنك أنت بقدر الإمكان تتميز فيها، تستفيد من الدكاترة الموجودين في المؤسسة بتاعتك. فدي نصيحة، خليك ماسك قوي بالذات إذا أنت طالب في هندسة كيميائية يعني جديد يعني، وأقرأ عن المجال أكثر يعني، شوف الناس هم متميزين في المجال اللي هم منه، اقرا الاوراق العلميه، شوف المجال ده مستقبلا حيكون عامل كيف، الوضع العالمي في التخصص ده عامل كيف، الناس اللي هم اشتغلوا حاول انك تحتك بيهم يعني، شوف التخصص ده الشكل العملي بالنسبه له حيكون كيف. لانك انت بتدرس في الجامعه، معظم الناس بتدرس في الجامعه، لكن نهاية لما يكون يتخرج فبيبقى جاب ما بين انه هو الحاجة درسها دي ما هي نفس الحاجة اللي هيطبقها. فكل ما انت في بداية المشوار الدراسي بالنسبة للهندسة الكيميائية عملت ترينكات او يعني عملت تدريبات في كذا مصانع، ده بيديك خلفية كبيرة جدا انك انت لما تتخرج هتشتغل وين، هتبقى شنو، وطبيعة العمل ده شكله هيكون كيف. فبتتبني عندك مهارة، بتتبني عندك خبرة من بداية مسيرتك الدراسية في المرحلة الجامعية. السؤال القبل الأخير وأنا أختم به وبعدك نشوف الأسئلة، واللي هو بيتعلق ب هل الهندسة الكيميائية في السودان عندها فرص للوظائف؟ والله الحاجة دي هي على حسب الشكل العام بتاع السوق يعني السوق بيختلف مدة المنتج يعني، مثلا بتلقى مرات والله يا أخي
في قابلية، لأنه في فرص بتاع مهندسين ميكانيكيين، مرة تانية والله بتلقى في فرص أكتر للمهندسين الكهربائيين. فالحاجة دي هي متغلبة يعني، لكن الراجح والأرجح أنه المهندس الكيميائي هو زي ما قلت لكم جوكر يعني، فممكن يشتغل في أي حتة. فأنت ممكن تشتغل في مصانع تحت الأدوية، ممكن تشتغل في مصانع تحت المصانع تحت البترول، ممكن تشتغل في المصانع أو حتى المحطات تحت التنقية تحت الووتر، ممكن تشتغل فيها كضابط جودة، كنت اشتغل في المطارات برضو في فحص المواد اللي بتكون داخل المطار. فهي متاحة جدا يعني، انت ممكن تخش هندسة كيميائية وتشتغل في حتات كثيرة جدا يعني، حتى ممكن تشتغل في الوزارات اللي عندها علاقة بالصناعة يعني. فدي بتفتح لك آفاق كبيرة جدا، انك انت تقدر تشتغل بصورة كبيرة جدا وتشتغل في اي حتة يعني. طبعا في بعض من الناس انه هم بيعتبروا انه اذا انا ما لقيت وظيفه يعني، مثلا في السودان هي ما لقيت وظيفه، الحل شنو؟ ودي انا لاحظت في معظم الناس اللي هم يتخرجوا مهندس كيميائيه، انه هو يعني بيستفيد شنو؟ بيستفيد من المهاره هو بيكتسبها كمهندس كيميائي اثناء الجامعه او حتى اثناء البراكتيكال العملي في اللابات والحاجه دي. فمعظم الناس بتلقاهم فتحوا لهم مصانع مصقلة جدا للصابون والجريسلين، لأنه هو بكون عارف إنه المادة دي أنا بنتيجها كيف والمراحل بتاعتها هتكون عاملة كيف. فمعظم الناس اللي ما لقوا وظائف، في ناس طبعا يعني فتحوا جزء منهم طبعا فتحوا يعني أو عملوا لهم لاب صغير في البيت وبيجوا ينتجوا الصابون والمنظفات والحاجات دي. ودي يعني حاجة كويسة جدا، انه يعني الواحد هو ما يجيف يعني يكتسب من التخصص ده حاجة هي تفيده اذا هو ما لقى وظيفة. طيب السؤال الاخير اللي هو انا بحتوره مهم جدا، انه انت كمهندس كيميائي فالحاجة دي بتمثل لك نقطة تعضو وباب معرفة جديدة، لانه المهندس الكيميائي هو ما بس مهندس يعني عنده علاقة بالكيمياء بس، لا هو عنده علاقة بشتى العمليات الصناعية الممكن هو يستفيد منها، أو العمليات الصناعية هي اللي حتطلع لك منتجات جديدة. فإذا أنت عايز تخش الهندسة الكيميائية، فكنصيحة مني أول حاجة أقرأ عن التخصص ده، يعني أقرأ عن أهمية التخصص ده، وشوف التخصص ده هو المراحل اللي بمر بها كم سنوات الخبرة المفترض انت تكتسبها شنو، عشان انت تتميز في التخصص ده تبدا من وين وتعمل شنو، نصايح الناس اللي هم درسوا التخصص ده هي شنو، الناس اللي مروا بتجارب جميله او سيئه في التخصص ده هم منو والتجارب دي هي كيف. فعموما انت كده بتكمل بتكون لك باك جراوند او خلفيه كويسه عن التخصص ده بشكل عام، بعدين بتقدر تحكم يعني. انت ما تحكم من زول واحد او واحد قال لك والله يا اخي شيلك يا زول هندسه كيميائيه وعبط صاي ودي عناصر كيميائيه وحاجات يعني تبان انك بقى شغاله. شوف كتاب الكيمياء مثلا في المرحله الثانويه هو كبير وحجمه كبير، الحاجه دي صعبه يعني اكسر حنكه. لا انت اسمع منه لكن ما تحكم عليه يعني، اسمع وشوف يعني، اسمع واقرا، اسمع واسال ناس يعني، اسمع وشوف الناس اللي هم مروا بالهندسه الكيميائيه دي هي شنو. بعدها انت بيكون عندك الخيارات كلها، بتشوف النطاق العام للموضوع ده بشكل واسع جدا، فبعدها انت بتقدر تحكم يعني هل انت ممكن تخش التخصص ده ولا لا. إذا خشيته هل عن رغبة، والله خشيته عشان أهلك دارين، ولا عشان والله يا اخي واحد قال لي خشه بس. فلا بد انك انت تكون واثق من انك انت لا تخش هندسه كيميائيه، تكون عارف هدفك شنو من الهندسه الكيميائيه. هندسه كيميائيه ذاتها هي خش بيوت يعني، تكون تتخصص في هندسه كيميائيه في حاجات كثيره جدا يعني، تخصصها ذاتها هي خش بيوت. فانت عايز تخصص في هندسه كيميائيه شنو بالضبط، عشان بعدك انت بعدك تقدر تمشي بصوره كويسه وصوره طيب. إلى هنا نكون انتهيت من اللايف الخفيف والطريف ده. إذا في أي سؤال الناس ممكن تسأل، فإذا في أي سؤال ممكن تسأله هنا في الكومنتات، ممكن أجاوب لكم. طيب في سؤال قال هندسة كيميائية للمنتجات فقط أم هنالك جانب بحثي وما علاقتها بالصناعات الدوائية؟
طيب الهندسة الكيميائية زي ما ذكرت لكم في التعريف أنها هي تحويل المنتج الخام، تحويل المادة الخام إلى منتج، تحويل مادة خام إلى منتج. فأي مادة خام سواء كانت أدوية، يعني أدوية هي ذات منتج، سواء كانت عناصر كيميائية ذات تحويلها إلى أدوية، أو موية وسخان عايز تحويلها إلى ووتر نقية، يعني موية نقية تعبيها مثلا، أي منتج خام مثلا قصب سكر عايز تحوله إلى سكر كمنتج. فالهندسة الكيميائية بتهتم بالعمليات الصناعية ما بين تحويل المادة الخام إلى منتج. شفتوا من أول خطوة، من أنا دخلت مادة خام مثلا قصب سكر طلع عليه سكر، فلغاية ما طلع عليه سكر جواها في كمية من العمليات، فكمية من العمليات دي كلها بيكون متخصص بها المهندس الكيميائي، يكون متخصص بها كجنرال يعني كشكل عام، لكن جواها بتلقى والله مثلا في زول مهندس كهربائي ماسك الجزء الكهربائي، مهندس ميكانيكي ماسك الجزء الميكانيكي، فبتلقى في كذا مهندسين برضه في العمليات دي، ما هو ما بينفرد بها بس المهندس الكيميائي. لكن المهندس الكيميائي هو يكون مشرف على العملية بشكل عام، يعني العمليات الصناعية ما بين تحويل المادة من خام إلى منتج. اما هل هناك جانب بحثي؟ اكيد، يعني اي تخصص هو عنده جوانب بحثيه كبيره جدا، من ضمنها انه الهندسه الكيميائيه تفتح لك ابواب انك انت تعمل بحوث على المنتجات اللي انت ممكن تطلعها من الماده الخام دي، هي شو عن كيفيه المنتجات او كيفيه العمليات اللي انت ممكن تتبعها عشان تنتج منتجات ذات كفاءه عاليه واقل تكلفه. فهنا ممكن تتعمل بحوث كبيرة جدا، ممكن تبتكر حتى ابتكارات جميلة جدا انك انت تقلل العمليات دي، لكن في نفس الوقت تقليل العمليات دي هو ما يأثر بالمنتج اللي حيطلع عليك من المادة الخام، بل يزيدك الكواليتي، يزيدك الجودة تحت المنتج. علاقتها طبعا بالصناعات الضوئية يعني وضحت عليكم سلفا. طيب مراقب الجودة هو أيضا يعني ممكن يكون مهندس كيميائي، لأنه بيهتم بالكواليتي تحت المنتج، يعني المنتج ده هل هو الجودة عالية ولا جودة منخفضة، فده برضه هو ممكن يكون مهندس كيميائي يعني. طيب هل الشغل بعدين بيعتمد على المستوى الأكاديمي في الجامعة؟ والله يعينه، ما هي الجامعات ذاتها خشن بيوت، يعني تلقى جامعات والله لاباتها كويسة ودرجاتها كويسة وأساتذتها كويسين، جامعات تانية والله تلقى بيئاتها منخفضة، بيئات الدراسية والجامعية منخفضة، وبتلقى إنه والله يا أخي الحاجات اللي هم بيعملوها يعني شكل المقررات الدراسية بتختلف من جامعة لجامعة. لكن الحاجة المهمة جدا انك انت تكتسب مهارات، تكتسب معلومات اكثر مما هي شهادة، لانه يعني الشهادة حاليا حاسة هي ما بقول لكم هي بقت ما اساسية، لكن بقت معها اساسيات تانية او متطلبات تانية هي بتمثل اهمية زي الشهادة، يعني انت يكون عندك مهارات، يكون عندك خبرة، يكون عندك تدريبات كويسة جدا، لأنه يعني أنت ما بس تاخد شهادة طوال تشتغل في مصنع، يعني لابد أنك تعرف حتشتغل شنو، وتعرف أن طبيعة العمل حيكون كيف. إذا أنا خريج يا دوب بتنصحني بشنو؟ طيب إذا أنت خريج يا دوب أهم حاجة ممكن تركز عليها اللي هو النتورك، أنك أنت تحسن علاقاتك سواء كان على مستوى الجامعة أو حتى على مستوى المصانع، يعني أنت بتحاول أنك أنت تعمل تدريبات أو تريننج في المصانع، مصانع مختلفة، تحاول أنك أنت تنوع المصانع، يعني ما بس تمسك مصانع الأدوية طوال تمشي مصنع ده بتاع أدوية تاني اللي بعده بتاع أدوية، لا حاول نوع في المصانع، يعني مصنع أدوية بعد ذاك مصنع بتاع سكر بعد ذاك مصنع بتاع مثلا بلاستيك مصنع بتاع مصانع مختلفة، يعني حتى أشوف المصانع تحت البترول. وأهم حاجة برضو ركز على أنك أنت تقرأ الأوراق العلمية، الأبحاث الجديدة في الهندسة الكيميائية، لأنه دي بتمثل لك فتح أنك أنت يعني تحاول أنك تواكب الحياة اللي بتحصل في الهندسة الكيميائية على مستوى البحوث أو حتى على مستوى التطور العالمي يعني.
وبرضه شوف المجموعات، او حتى خلينا نقول المجلات او الويب سايت، المواقع اللي عندها علاقه بالهندسه الكيميائيه. يعني في مجموعات مختلفه جدا، في جمعيه المهندسين الكيميائيين الامريكيه، في جمعيه المهندسين الكيميائيين السعوديه، فدي كلها نتورك كويسه جدا. يعني كلها انت منضمين الجمعيات دي، وحتى المؤسسات اللي عندها علاقه بالهندسه الكيميائيه، فبتلقى انك انت مشيت شويه شويه انك انت تواكب الناس اللي هم خارج السودان، وتقدر انك انت تمشي معاهم وتشوف الجديد شنو، وحتى ممكن دي تفتح لك آفاق انك انت تكون متميز، او تفتح لك وظيفة يعني انك انت تشتغل خارج السودان. طيب، هل المستوى الأكاديمي في الجامعة هو اللي بيحدد أفضلية في المعايات، أم الخبرات والشهادة والدورات اجتهاد شخصي؟ والله الإجابة على السؤال ده هي على شقين أو على محورين. أنه حاليا حصل الشركات، هي ما أقول لكم هي بتكتفي فقط بالشهادة، لا، برضو في بقت أساسيات تانية، أو في عبارة عن متطلبات تانية ذات أهمية برضو ما بتقيد من الشهادة، اللي هي الخبرة، الدورات اللي انت بتحاول انك انت تتدربها، المهارات اللي انت بتكتسبها في التخصص ده. فالمستوى الأكاديمي في الجامعة هو ما بحدد لك انه انت هل عندك خبرة كبيرة او حتى عندك مهارات كتير، لانه عادي جدا ممكن تلقى زول والله هو يعني معدله عالي او معدل التراكمي عالي جدا في الجامعة، لكن ما عنده اي خبرة ولا عنده اي مهارة ولا عنده اي طموح او اي شغف. لانه في النهاية ما انت بتجي في امتحان، يعني ممكن هو يقرأ قبل امتحان ويحرز درجة مثلا كويسة، فده ما معيار بيحددك انه انت والله يا اخي مهاراتك كويسة. هو ايوة المعدل التراكمي بيساعدك جدا حتى في المنح الدراسية عندها علاقة بالهندسة الكيميائية في تخصصك يعني، فبساعدك في 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 القبول يعني، لكن ما معيار انه هو يحددك انه زول هو ماهر في الحاجة الفلانية او عنده خبرة كويسة يعني. طيب، فكده انا كنا جبت على السؤال. اتكلم لنا اكتر عن فرع النووية. والله المهندس الكيميائي زي ما قلت لكم هو يعني عامل كده زي الجوكر، يعني في اي حتة هو خاش في الهندسة النووية، هو بيخش في تحويل اليورانيوم او العنصر الكيميائي الى طاقة نووية. فهو بمر ببروسيسنج او بمر بعملية، يعني بغض النظر عن العملية دي هي شنو، او بغض النظر عن مستخدمين ياتو جهاز في العملية دي، لكن هو بيكون مهتم بانه المنتج او العنصر الكيميائي ده كيف يقدر يتحول الى طاقة نووية. فهنا بيجي دور المهندس الكيميائي انه والله هو يشرف على الحاجة دي، ويحاول انه يشوف الديتيلز بتاعته شنو، التفاصيل بتاعته هي شنو. ده طبعا ما بينفي دور المهندس النووي او المهندس اللي هو بيدرس هندسه نوويه، او دور المهندس الميكانيكي، او دور المهندس اللي عنده علاقه بالكهرباء، كلهم هو تكامل بتاع ادواره. لكن المهندس الكيميائي هو يكون ملم بالديتيلز كلها، بالعمليه كلها يعني، بتفاصيله كلها يعني. طيب، انا كبرنوم بحتاج احضر الجامعه قبل انزل، يعني انجليزي والحاجات دي. والله يا عين، كنصيحة مني أنا يعني، أنت كزول خش الجامعة جديد، أول حاجة خليك ملم جدا بتخصص أنت حتدرس في الجامعة، يعني عارف أكتر عنه. تاني حاجة شوف الناس اللي هم متميزين في تخصصه، سواء كان في الجامعة بتاعتك أو حتى خارج الجامعة، ممكن يكون طلاب، ممكن يكون أساتذة، حاول أنك أنت أسألهم أكتر، حاول أنك تستفيد، حاول استفيد منهم بشكل أكبر. فالحاجة دي هي بتساعدك جدا انك انت تتميز في التخصص بتاعك. تاني حاجة ما تشتغل بالملهيات يعني تحت الجامعة، لانه الزول اللي بيكون بعد الجامعة جديد هو بيكون فرحان، او خليه نقول هو يا دوب هو يعني انتقل من مرحلة بتاعت ثانوي لمرحلة بتاعت الجامعة، فالمرحلة دي بيكون هو فرحان انه يعني اول مرة يشوف مثلا لابات جديدة، اول مرة يشوف، يكون هو متحرر من القيود، انه يحس الصباح يجي المساء، فيكون هنا مرتاح، يجي يمشي على كيف ويجي على كيف. فالحاجه دي هي ما تخليك يعني ما تخليك فرحان، او خلينا نقول
ما تصرفك عن الهدف الأساسي أنت جاي عشانه. أنت جاي عشان أنت تخرج بشهادة كويسة، وفي نفس الوقت الشهادة دي تكتسب بها مهارات، بغض النظر عن مستوى الجامعة، بغض النظر عن بيئة الجامعة، بغض النظر عن بيحصل في الجامعة. لكن رغم الحاجة دي فأنت بتقدر يعني تستفيد من وجودك في الجامعة، بأنك أنت تعمل لك خبرة كويسة، تعمل لك مهارة كويسة، تكتسب مهارة كويسة. ده طبعا بيجي على حسب مدى اهتمامك ومدى شغفك ومدى معافرتك بالنسبة للحاجة دي يعني. فدي نصيحة مني يعني. طيب، الجامعات العالمية والدول الرائدة في المجال ده. والله يعينه. من التخصصات الجميلة جدا تخصص الهندسة الكيميائية، أنه في جامعات هي متميزة جدا، اللي هو جامعة إكسفورد، جامعة كاليفورنيا. ديركت الجامعتين هم يعني تخصص الهندسة الكيميائية فيهم رائج، أو خلينا نقول تخصص الهندسة الكيميائية فيهم متميز بشكل أكبر يعني. طبعا في جامعات تانية من دول مختلفة، لكن طبعا على حسب طبيعة أي دولة، وعلى حسب تقييم الدولة لتخصصها يعني. مثلا بتلقى في دول مقيمة تخصص الطب أكثر من الهندسة، تلقى دول تانية والله مقيمة تخصصات الأدبية أكثر من التخصصات العلمية. فبتختلف على حسب طبيعة الدولة، على حسب الحاجات اللي هي بتحصل في الدولة يعني. طيب، إذا في سؤال تاني حاولوا أكتبوا لي في الكومنتات. في سؤال هنا جاء جميل جدا، اللي هو اتكلم لنا عن الفرع على الغاز الطبيعي. طبعا الهندسة الكيميائية زي ما قلت لكم هي خشوم بيوت يعني. الهندسة الكيميائية ذاتها جواها كذا كذا فريع، من ضمنها الغاز الطبيعي. فأنت ممكن تتخصص في الهندسة الكيميائية في الغاز الطبيعي. فالغاز الطبيعي ممتع جدا، لأنه هو يعني أقول لكم كيف، هو بيخليك أنك أنت مرتبط بالهندسة الكيميائية بشكل عام يعني، بشكل أنك أنت من بداية التخصص لغاية أو من بداية المرحلة تحت الغاز، سواء كان هو بيتحول لسوبر هيت ستيم أو سايتوريتد ستيم أو أي نوع من أنواع الغاز، فهو بيخليك أنك أنت يعني متملك مهارات تانية، مهارات مثلا رياضية، مهارات معرفية، مهارات علمية، مهارات تقنية. فتخصص الغاز يعني من التخصصات الجميلة جدا على حسب المعلومات اللي عندي أنا. تخصص متميز جدا في الهندسة الكيميائية. فإذا أنت بتهتم بالحاجة دي في الهندسة الكيميائية، حاول شوف المؤسسات اللي في السودان هنا يعني. شوف مثلا المشتقات بتاعت البترول، المصانع بتاعت البترول خارج السودان. شوف المؤسسات اللي بتشتغل في الغاز الطبيعي هي شنو، مشتقات الغاز بشتى أنواعها. فبتلقى نفسك شوية شوية يعني ألميت بالحياة بشكل عام. حتى تشوف، ممكن تشوف البيبر ساينس، الأوراق العلمية عندها علاقة بتخصص الغاز أو حتى بمشتقات الغاز الطبيعي، وكيف يتم إنتاجه، والبروسيسين تحت الغاز الطبيعي حتكون عاملة كيف، وأنواع الغاز الطبيعي. فبتلقى نفسك إنك أنت يعني كونت knowledge أو كملت أو يعني عملت لك كمية من information كويسة جدا بتقدر تستفيد منها مستقبلا يعني. طيب، قال أنا كيميائية صناعية لكن ميولي كله في الهندسة الكيميائية، عادي ممكن أقدم في مجال الهندسة الكيميائية بشهادة كيمياء صناعية من في كورسات مشتركة؟ والله عينه. ودي للحياة اللي بيقعوا فيها معظم طلاب الثانوي، أنه هو ما بكون عارف الفرق بين الهندسة الكيميائية وتخصص العلوم الكيمياء. فكونه أنت درستي كيمياء صناعية، الكيمياء الصناعية فيها كمية من الجوانب المشتركة في الهندسة الكيميائية، أو هو ممكن نقول اسمين بيأدوا نفس المعنى، لأنه الكيمياء الصناعية هي شكلها شكل الهندسة الكيميائية يعني. فبس هو اختلاف مسميات. فعادي انت ممكن تشتغلي في الهندسه الكيميائيه وتشتغلي في مجال تحت الهندسه الكيميائيه بشكل عام، ما بيمنع يعني. طبعا ما بيمنع، لكن الحاجه بتكون فيها مانع انك انت تقدر تكوني درستي هندسه، درستي علوم كيمياء وعايزه تشتغلي مثلا في الهندسه الكيميائيه. لكن اذا درستي مثلا كيمياء صناعيه وعايزه يعني تخشي في الوظائف تحت الهندسه الكيميائيه، فعادي ما في مشكلة يعني. لأنه حتى في المواد في مواد مشتركة كثيرة جدا يعني. أنا بعتقد إنه بس الاختلاف هو اختلاف مسميات ما أكثر من كده، لكن هي نفس المجال يعني.
طيب المهندس الكيميائي يخش في صناعة الهندسة الكيميائية، الهندسة الطبية كيف؟ والله يا عين، الهندسة الطبية الحاجة اللي بعرفها عنها أنها هي بتكون هي متعلقة متعلقة بالأجهزة الطبية، يعني الهندسة الطبية متعلقة بالأجهزة الطبية. فالمهندس الكيميائي بخش في طبيعة الجهاز، لما هو انت من بداية العملية الصناعية بيكون عندك كمية من الحياة او كمية المواد الخام عايز تعمل او تطلعها كبروجكت كمنتج او كجهاز. فالبروسيسنج اللي بمر بيها الجهاز او العمليات اللي بمر بيها الجهاز لغاية هو ما يطلع كجهاز طبي، المهندس الكيميائي يكون عنده دور فيها في الكواليتي، في الجودة، يعني ضبط الجودة بالنسبة للأجهزة، بالذات إذا كان عنده علاقة كيميائية أو عنده علاقة بالمحاليل عموما، فالمهندس الكيميائي هي ممكن يخش يعني. لكن طبعا ده ما بينفي دور المهندس الطبي في العملية بشكل عام، لأنه ده التخصص بتاعه. لكن المهندس الكيميائي بيخش في شق معين اللي هو ضبط الجودة، بالذات إذا كانت الأجهزة عندها علاقة بالمحاليل الوريدية وعندها علاقة بالمحاليل الكيميائية. طيب في سؤال تاني قال هل بشارك في صناعة الألواح الشمسية إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية؟ والله عين الشغل الطاقة هو أقرب ما يكون للهندسة الكهربائية، يعني أقرب ما يكون للهندسة الكهربائية. لكن زي ما قلت لكم الهندسة الكيميائية هي تحويل مادة خام إلى منتج. فإذا كان الألواح الشمسية هي عبارة عن منتج، فبلا شك إن هي حتمر بعدة عمليات. فالعمليات اللي بتمر بها دي بتلقى إن مهندس كيميائي هو بخش في عملية من العمليات دي، سواء كان في ضبط الجودة، سواء كان في العناصر الكيميائية تحت التكوين الألواح ذاتها. فهو بخش بالشقة اللي هو عنده علاقة بيها يعني. لكن اكتر حاجه هو بخش بيها بشكل كلي اللي هو بالنسبه للمصانع، يعني بالذات المصانع تحت السكر تلقى انه مهندس كيميائي هو مهتم من بدايه العمليه الصناعيه لغايه نهايتها. لكن المنتجات اللي هي ممكن تكون اقرب لتخصصات تانية، يعني مثلا الالواح الشمسيه فهي اقرب للناس اللي هم عندهم علاقه بالطاقه المتجدده، او اقرب للناس اللي هم متخصصين في الهندسه الكهربائيه. مثلا تاني والله الاجهزه النوويه، فده الأقرب ما يكون للمهندس النووي. مثلا تاني الأجهزة الطبية، فده الأقرب ما يكون للمهندس الطبي. لكن بتلقى إن المهندس الكيميائي هو بخش في ضبط الجودة، بخش في الحاجات المتعلقة بالتخصص بتاعه يعني. طيب في سؤال تاني قال هل في فيزياء كتيرة في المجال بالتحديد الفيزياء النووية؟ والله الفيزياء النووية والتخصص بتاع الفيزياء هو ليه ناس هم بيتكلموا عنه، أو يعني هو تخصص بذات نفسه، أو تخصص قائم بذات نفسه. أما الهندسة الكيميائية فالحاجة اللي أنا بعرفها والحاجة اللي أنا درستها ما هي ما عندها علاقة بالفيزياء بشكل كبير جدا يعني، إنما هي عندها علاقة ب أو في 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 فعلا يعني قوانين، وقوانين طاقة، وقوانين يعني انت هي بتساعدك في انك انت تعرف المشكلة اذا حصلت مشكلة مثلا في المصنع. لكن بشكل عام ما متبحرة في الهندسة الكيميائية، ما متبحرة في الفيزياء يعني. لكن في بعض من المواد انت بتدرسها بتلقى فيها قوانين فيزياء، بتلقى فيها قوانين بتاع الطاقة. فده الشكل العام بتاع التخصص يعني. طيب تصميم المصانع والتحكم في صحة البيئة عموما بيتم كيف؟ والله عينه تصميم المصانع ده يعني ما حصل صممت مصنع ولا حصل شاركت في تصميم مصنع، لكن تصميم المصانع هو بيكونوا مشتركين فيه كمية من المهندسين يعني. ده للطبيعة العامة وده الحاجة البديهية، يعني انت لا تصمم عندك مصنع فبكون عندك مهندس مدني، مهندس بتاع مساحة، مهندس كهربائي، مهندس كيميائي، مهندس كيمياء صناعية، مهندس بتاع على حسب طبيعة المصنع. مصنع بتاع طاقة فبيجي مهندسين بتاعين طاقة أكتر كده، مهندس مصنع بتاع مصنع غذائي فبتجيب مهندسين بتاعين تصنيع غذائي. فالمهندس الكيميائي هو أكيد هو عنده دور في عملية إنشاء المصانع بشكل عام، لأنه هو بيحدد لك العملية. يعني أنت والله عندك مصنع بتاع سكر،
فوريك والله يا اخي الصناعات تحت السكر دي العمليات بتاعتها هي كده 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 كده. دي شكل العمليات كده، عشان انت تطلع المنتج ده باقل تكلفه واعلى جوده مفترض تتبع العمليه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، العمليه الخامسه والسادسه دي ما عندك لهم شغل، او دي هم ما مناسبات في العمليه الصناعيه بتاعت المنتج ده. بعدك تاني بيجي دور التخصصات التانية، يعني المهندس الميكانيكي فهو بيحدد لك الماشينة والماكينات اللي انت ممكن تستخدمها في العملية الأولى، شنو التانية شنو التالتة. مهندس التصنيع الغذائي هو برضو بيجي بيأدي دوره، يعني مهندس الكهرباء برضو بيجي بيأدي دوره، فالعملية هي تكاملية يعني. الأسئلة شكلها كترت. اللايف محفوظ طبعا. أكثر شيء شائع ومنتشر في التخصص شنو؟ أكثر الوظائف بيشتغلوها الناس بالضبط. طيب أكثر حاجة شائعة في التخصص ده اللي هو ممكن يكون الناس هم بيشتغلوا في مصانع النفط، يعني دي الحاجة اللي ممكن ارتبطت بأسنان كتير من الناس، أنه بتلقى أنه المهندس الكيميائي هو متواجد أكثر في المصافي أو في المشتقات البتروكيميائية أو الحاجات اللي علاقة بالبتروكيميائية والكيميائيات عموما، فده الشائع يعني. لكن طبعا في وظائف تانية وفرص تانية بتلقى فيها كمية مهندسين كيميائيين هم متواجدين، بالذات الوظائف أو المصانع عندها علاقة بتصنيع السكر يعني، فتلقى في كمية من مهندسين كيميائيين هم في المصانع دي. أكثر وظائف شائعة اللي هو ضبط الجودة في تخصصنا، إنك أنت تكون شغال كضابط بتاع جودة، تكون شغال كمدير بتاع عملية صناعية أو مدير تشغيل بتاع عملية صناعية كاملة. أيضا ممكن تشتغل كمهندس في المعامل، دي برضو بقت شائعة جدا، إنك أنت تشتغل كمهندس كيميائي في المعامل بالذات تحت المصانع، يعني بتلقى في أي مصنع تلقى في معمل، يعني حتى في المصانع تحت المويه العاديه دي تلقى انه في معمل بتاع مويه او بيطلع لك التحاليل، فده بتلقى فيه وده الشائع جدا، بتلقى فيه اللي هو زول الدارس علوم كيمياء، يعني زول درس علوم كيمياء وتبحر فيها، فده انسب مكان له انه هو بيكون في المعامل. لكن بتلقى احيانا برضه مهندسين كيميائيين، يعني احيانا بتلقى مهندسين كيميائيين، لكن معظم الأحيان بتلقى المهندس الكيميائي هو بيشرف على العملية الصناعية بشكل عام، يعني هو يكون عارف الديتيلز كلها بتاعت العملية يعني. طيب المجالات المتبحرة في الهندسة الكيميائية شو؟ والله المهندس الكيميائي قلت يكون خشوم بيوت، من ضمن الخشوم البيوت دي أو من ضمن المجالات دي اللي هي إنك أنت تتخصص في الغاز أو في تقنيات الغاز، ممكن برضه تتخصص في الهندسة النووية أو تتخصص في أقول عليها شنو هي التنقلات النووية والعناصر النووية التفاعلات بتاعتها، ممكن تتخصص في ضبط الجودة والحياة دي، فالتخصصات هي كثيرة جدا يعني في الهندسة الكيميائية. طيب عددنا فروع التخصص ده، أو زول مثلا عايز يعمل ماجستير في فريع معين في الفروع دي شو؟ والله عاين في الماجستير اكثر حاجه انا انصحك انك انت تقرا عن الـ عن عن قول على شنو عن التخصصات بتاعت المجال اللي هي شنو، يعني التخصصات ممكن تكون مستقبليه، انت حاسس انت بتتكلم عن انك داير تعمل او ترفع الدرجه بتاعتك يعني ماجستير او دكتوراه، فبتشوف انه الحاجه اللي بقت ترند، يعني مثلا بتلقى انه والله معظم الايماد دي والله الناس قاعدين يرفعوا في الدرجات، قاعدين يرفعوا مثلا في الغاز او في تقنيات الغاز، فانت طوال بتقوم بتخش في المجال ده لانه ده معناته فيه رغبه او فيه فرص بتاعت وظائف يعني، فانت تخصص في شوف الجو العام بتاع التخصصات الكيميائيه او الفروع بتاعتها، بعدك شوف انسب فريع انك انت ممكن تشتغل بيه، يعني انسب فريع اذا انت والله في السودان شوف الحاجه في السودان هي شائعة بقت شنو أو بقت متداولة في الهندسة الكيميائية بالذات يعني. إذا والله عايز تمشي لدولة معينة فشوف طبيعة الدولة دي أكتر حاجة هي فيها حوجة وظائف في التخصصات الكيميائية أو شنو، بعدك أنت ممكن على ضوها تقرأ الوضع بشكل عام وتتوكل على ربنا يعني، ويعني تشوف التخصص أنت ممكن تشتغل عليهم ماجستير أو حتى تشتغل عليهم دكتوراه يعني. طيب
في شراكة مع المهندس الزراعي في مصانع منتجات الأغذية. سؤال أنا ما فهمته، فممكن توضحه أي تاني؟ المجالات المتبحرة بهندسة كيميائية اللي جاوبت عليها. أحسن تخصص هندسة كيميائية ده برضو ممكن جاوبت عليه. هندسة كيميائية فيها كم تخصص؟ قلت لكم فيها كمية من التخصصات. أنسب تخصص اللي هو أنك تتخصص في الغاز أو تقنيات الغاز، أو اللي هي أنك أنت كيف أنك أنت تقدر تولد الغازات عندها علاقة بالطاقة. يعني معظم الغازات حسي بقت هي عبارة عن طاقة، يعني العالم بيسعى عليها، يعني أو بيكون فيها توليد بتاع طاقة متجددة. ف أيوة ده السؤال المهم جدا اللي هو قال في كورسات ممكن نعملها ونحن في الجامعة لسه. طبعا الكورسات الشائعة في تخصص الهندسة الكيميائية اللي هو التخصص أو الكورس اسمه النمذجة، نمذجة صناعية. الكورس هو بحاكي لك العمليات الصناعية بتحدث في المصانع عموما، سواء كان يعني اليونت اوبريشن، ابراج التخطير، الحاجات دي. فهو بقوم بحاكيها لك بشكل بتاع نمذجة او محاكاة يعني. فالكورس ده انا انصحكم به جدا في الفترة تحت الدراسة، في الفترة الجامعية بالذات، هو الكورس كورس النمذجة الصناعية. تاني في كورسات برضو بتاعت التحاليل، تحاليل المعملية. في كورس برضو بتاع الجودة، ضبط الجودة، ممكن برضو تقروه. تاني برضو في كورسات تانية عندها علاقة بالماتلاب، أو الكورسات عندها علاقة بالإحصاء والحاجات دي، هي بتساعدكم طبعا في فإنك أنت تحلل المشكلة الصناعية. يعني إذا كانت المشكلة عندها علاقة بالإحصاء أو عندها علاقة بالشق الرياضي يعني، فالماتلاب برضو هو قاعدين ندرسه يعني في الهندسة الكيميائية يعني. فممكن برضو تأخذ منه كورس، كورس بتاع إنجليزي برضو كويس. في شهادات برضو بتاعت النيبوش، شهادات بتاعت السلامة والصحة والسلامة، دي برضو مهمة جدا للمهندس الكيميائي يعني هو يأخذها، لأنها معتمدة حتى دوليا. يعني أنك أنت تأخذ شهادة بتاع الصحة والسلامة أو نيبوش أو الحاجات دي عندها علاقة بالمهندس الكيميائي بشكل عام جدا. طيب التخصص الماشي في الاتحاد الأوروبي شنو؟ والله السؤال ده ما فهمته، لكن أعتقد إنه أنت إذا بحثت ممكن تجد إجابة. طيب بالنسبة لزول قاري هندسة بلاستيك عمليات البسق والحقن والنفخ، الأفضل يحضر ماستر في الكيمياء الصناعية ولا ماستر جودة؟ والله على حسب الحاجة انت عندك بيها رغبة، او انت عايز اول حاجة تشوف الجو العام بتاع الوظائف، هل في وظائف للجودة اكتر ولا في وظائف لانه الواحد لما يتخصص كيمياء صناعية بيلقى وظائف. فعلى حسب الحاجة اللي انت تشوفها وحسب المنطقة اللي انت مستهدف. يعني اذا انت مستهدف السودان فشوف الوظيفتين دي هل هم عندهم فرص ولا لا. انت مستهدف دولة تانية برضو شوف الوظيفتين ديت في الدولة الفلانية. لكن على الارجح انك انت تشوف الحياة انت بتقدر تشتغل فيها وتقدر تبدع فيها بشكل متميز، بشكل يعني اقدر انك ياهلك انك انت تاخد وظيفة كويسة تحسن وضعك المادي وتقدر يعني تجتهد فيها بشكل كويس. طيب السودان الموارد فيه كثيرة، عندك فكرة عن مشروع يستفيد منه في المال المدفوع في الموارد الموجودة في البلد بغض النظر عن رأس المال محتاج له مشروع؟ والله يا أخي يا جماعة الأسئلة يعني بالنسبة للسؤال، بالنسبة للسودان الموارد فيه كثيرة، يعني أنا ما المؤهل أنه أجاوب عن السؤال ده، أو ممكن نديه لزول هو مختص بالمشاريع أو عنده علاقة بمشاريع البنية التحتية ومشاريع عموما يعني. لكن بشكل عام انك انت تشوف المشاكل الممكن انت تحلها بالمشروع ده هي شو يعني. والله المشكلة دي
بس المشكلة في المياه، يعني انت تشوف المشاريع ممكن تتعملها في المياه شنو. بعدك يعني تشوف الإمكانيات بتاعتك، هل هي مناسبة للمشروع ده ولا لا؟ إذا ما مناسبة فالأفضل إنك أنت تشوف حاجة مناسبة بالنسبة لك حتى ولو كانت بسيطة وتبدأ بيها. يعني ما أنت تبدأ بإمكانيات أكتر من إمكانياتك وفي النهاية تخفر يعني. فأنت أبدأ بالحاجة البسيطة وإن شاء الله يعني الأمور بتتسهل. طيب بالنسبة لزول قاري هندسة بلاستيك تجاوبت عليه. طيب فرق بين النمذجة الصناعية والأسبن. الأسبن هايسس يا جماعة هو ذاته النمذجة الصناعية، يعني النمذجة الصناعية هي الأسبن هايسس، أنا بس ترجمتها بترجمة تانية يعني، لكن الأسبن هايسس هو ذاته النمذجة الصناعية يعني للحياة اللي أنا قاصد ليكم ذاته يعني. طيب المنصات والمكان يعني بين الطاقة والكورسات النمذجة. يا جماعة كورسات النمذجة أو الأسبن هايسس بالمعنى الشائع يعني في مراكز كثيرة جدا في خرطوم، يعني لو بحثوا عن مراكز اللي بتقدم الأسبن هايسس أو حتى اللي بتقدم النيابوش أو شهادة الصحة والسلامة أو الكورسات بتاعت الماتلاب والحاجات دي بتلقوها يعني، بس فتشوا إن شاء الله بتلقوها. لكن أنا حاليا ما وصلت لمركز معين كده ممكن يقدم الحاجة دي يعني. ممكن شهادة خبرة، ممكن آخذ شهادة خبرة وأنا لسه في الجامعة. طيب يا جماعة شهادة الخبرة دي ممكن أيوة، يعني أنا طبعا أكتر حاجة قاعد أفضلها أن الزول لما يكون هو حتى في تخصص هندسة كيميائية في بداية التخصص أنه هو يخش تريننج، يعني يخش تدريب في مصانع كتيرة، فالتدريب في المصانع دي بتاخد عليها شهادة بتاع التدريب. فأنا بعرف ناس كتار هم مثلا في سنة تانية في سنة تالتة هم يادوب في بداية التخصص، لكن بيجوا هم عارفين التخصص أكتر من ناس هم في سنة خامسة. ده ليه؟ لأن هم خشوا تدريبات كتيرة جدا في مصانع مختلفة، بل ده حتى فتح لهم فرص بتاعت وظائف، لأن زول لما يخش في مصنع ويعني يكون على صلة مثلا بالناس الشغالين في المصنع، على صلة بالناس اللي هم عندهم علاقة بالتخصص بتاعه في المصنع ده، حتى بيفتحوا ليه هو انه يا اخي تعال يوم تعال سدينا، تعال يوم اشتغل معانا يا اخي في زول الفلاني قاب تعال اشتغل معانا. فبيلقى ثقة وبيلقى وظيفة وهو لسه شغال في الجامعة. ده ليه؟ لانه هو عرف انه هو هيشتغل شنو، هيعرف والله انه هو يعني جود العمل بتاعه وبقى زول واثق جدا من مقدراته حتى ولو هو في بداية المرحلة الجامعية، لكن عرف انه هو هيشتغل شنو. والله انا في هندسة كيميائية يا اخي هشتغل في اللاب، في اللاب والله انا هعمل مثلا تحاليل فلانية وتحاليل فلانية، فبقى هو عارف الحاجة دي، فده بيفتح له فرص حتى هو في الجامعة يعني، بلا شك انه هيكتسب خبرة يعني. ولا مانع طبعا اكتر يعني، ممكن انت تشتغل في مصنع عنده علاقة بالهندسة الكيميائية، مصنع بتاع سكر، وطلع منه شهادة خبرة يعني، ما في مانع، ما في ما يمنع من الحاجة دي يعني. طيب كلام توليد الطاقة من الرمل ده كلام سهل، فكرة متقنة والله دي ما أعرف أنا صراحة، فممكن تبحث عنها وأنصحك تبحث عنها كورقة علمية يعني بيبر ساينس، أبحث كورقة علمية شوف الحاجة دي هل هي منطقية ولا لا، شوف أوراق علمية في الفكرة دي هي شنو. طيب هل في صلة بين الهندسة الكيميائية وهندسة الطاقة أو الهندسة البريدة بالتحديد مجال الطاقة الشمسية؟ إذا في صلة شنو الكورسات اللي بقدر أخلق من خلالها ربط بين التخصصين؟ والله ده سؤال ذكي وسؤال متميز وسؤال متخصص جدا، أنا ممكن أجاوب عليه وعلى حاجة بعرفها، وممكن تسأل زول مختص أكتر. والله يا أخي الصابون، فالصابون أنا بعمل الكومنت يعني إن شاء الله مشروع التخرج ولا في الماستر ولا حسب الجامعة. الأفضل طبعا عندهم علاقة بالمناهج في الجامعة، لكن